طيب رجعنا لنا مره اخرى الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. قبل ما التليفون يقطع يا فندم كنت سالتك عن وقت متوقع ان الاتحاد الدولي لكره القدم يرسل قراره فيما يخص ازمه قيد لاعبي نادي الزمالك. طيب برجع لحضرتك مره ثانيه وباكد على ان احنا طبعا ارسلنا الشكوى نادي الزمالك وفي انتظار رد الاتحاد الدولي، لكن ما اقدرش اقول لحضرتك ممكن يجي في اي وقت من الاوقات. وحينما ياتي رد الاتحاد الدولي مجلس الاداره سيعلنه فورا من خلال صفحته الرسميه. طيب مره ثانيه جميل حضرتك العزيز على ان الاتحاد المصري لكره القدم بيمد ايده للجميع في منظومه كره القدم في مصر. احنا جايين نساعد بعض، ما احناش جايين ابدا ان احنا نكون في عداوه مع اي كيان من الكيانات، بل الكل له كان بالتقدير وكامل الاحترام. كلها كيانات بتمثل الكره المصريه وفي الاخر بتصب في للمنتخبات المصريه. لما بيكون الاهلي والزمالك بقول مره وتكرار واقفين على رجلهم حالتهم الطبيعيه مع الانديه الثانيه بيكون عندنا منتخب قوي، وبالتالي كل التقدير وكل الاحترام لكل القائمين على الأندية المصرية، ونحن لسنا في خلاف مع أحد، لكن كل التقدير مرة ثانية وكل الاحترام للجميع. طيب دكتور إيهاب قبل ما أقفل الملف ده تحديدا، لو الاتحاد الدولي لكرة القدم رد وقال إن ده شأن داخلي لاتحاد الكرة المصري، فاتحاد الكرة المصري عند موقفه بعدم قيد اللاعبين؟ طيب انا الرد طبعا زي ما انت عارف اما ان يكون بالقبول او بالرفض او شاك داخلي، القبول او رفض خلاص معروفين، اذا كان شاك داخلي هيبقى بكل تاكيد هناك اجتماع لمجلس الاداره ليقرر ما يراه مناسب في ذلك التوقيت، مش عاوزين نسبق لها. صحيح. طيب عظيم جدا.